عشبة اسمها أسبوع زينب للقضاء على البهك دون رجعة. هاد العشبة تعالج ما يعالجه أطباء الجلد. بزاف ديال الأطباء عجزوا أنهم يعالجوا البرص أو البهك الأبيض. من الفوائد ديالها أنها تعالج البرص. ومتوفرة لعلاج مشكلة السيبانة أو الإكزيما اللي كتكون عندنا في الجلد ديالنا. واحد المجموعة ديال المشاكل الجلدية في وصفة اليوم بهاد النبتة اللي متوفرة غادي تعالج بها المشكل ديال الإكزيما، السيبانة، تعالج بها الالتهابات والفطريات اللي كتصيب الجلد ديالنا، بالإضافة إلى أنها تعالج كذلك البهاق. نبتة أصابع زينب العلاجية أنها كتعالج مشاكل الجلد على رأسهم البهق، الصدفية، الفطريات، وكذلك الإكزيما، التهاب الجلد والهربس. ومن فوائدها الأخرى أنها كتعالج الحروق والخدوش وتوقف النزيف وكتعالج أثر الكدمات. هاد العشبة السحرية اللي موجودة في المغرب وكتواجد في الأغراس والحدائق وكذلك الشواطئ المغربية منافع من ذهب. وأزيدك من الشعر بيتا أن هاد العشبة اللي اسمها أصبع زينب أو أصابع الست أو البوبو أو الودينة أو سبع العلجة هي علاج فعال ألم الأسنان، يعني مهدئ وفي نفس الوقت كتوقف نزيف اللثة. قبل ما ندوزوا طريقة التطبيق والاستعمال، من 90% من المشاهدين ديال المحتوى ديال قناتي ما دايرينش أبوني، يطلع لي هاد الفيديو يدير مشاركة ويفعل الجرس ليصلكم الجديد في كل ما يتعلق بالأعشاب والوصفات الطبيعية. طريقة الاستعمال جد سهلة. نقوم بتقطيع عشبة أصابع زينب إلى أطراف صغيرة أو أجزاء صغيرة، من بعد نحكو على المنطقة المصابة مع تكرار العملية 3 مرات في اليوم مع تجنب أشعة الشمس. وكذلك مجرب في علاج مشكل التالول، يعني التآليل ومسمار الكيف والحزاز. سبق لي وهدرت في مناسبات عديدة على أصبع زينب، والكثير من التعليقات اللي كانت إيجابية بشأنها، والكثير من الناس اللي جربوها عطتهم نتائج رائعة. هاد العشبة السحرية أو المعجزة من أحسن الأعشاب اللي كاينين لعلاج أمراض الجلدية. أو نبتة أصابع زينب، ولها أسماء أخرى منها أصابع العروس أو مخلب الساحرة جدا، وهي عشبة آمنة تماما، فهي تعالج مشاكل الجلد مثل البهاق والصدفية والإكزيما والالتهابات الجلدية وتحسن من تجدد الأنسجة. في المغرب كامل كاين بزاف ديال الناس ما عارفينش هذه المعلومة، لذلك بغيت كلشي يبارطاجي هذا الفيديو يوصل الفيديو لأكثر عدد ديال الناس، ونتمنى من الله ان شاء الله نكونوا دائما عند حسن الظن ديالكم. شكرا.